على الجو، مرة حر ومرة مطرة، كان في 6 أيام يخلوك توصل الماتش وانت كويس يعني مركز تركيز. طيب كابتن محمود الخطيب كان معاكم رئيس البعثة، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان معاكم في محطات مهمة برضه، مباراة السودان الهلال السوداني مباراة مهمة جدا، ومباراة كان فيها ضغط كبير، ومباراة مصيرية وفيها ضغط جماهيري. يعني شايف مساندة الكابتن محمود الخطيب ليكوا كرئيس نادي دايما يعني بيساند لاعب النادي الأهلي في المواقف الصعبة؟ لا، هو الكابتن محمود الخطيب ما يعني من الشخصيات الهادية واللي ما بيحبش يتكلم كتير، يعني شخصية هادية بس بيحسسك بالمكان اللي انت موجود فيه، يعني بالمسؤولية، مسؤولية يعني طول ال6 أيام تكلم معنا مرة واحدة. أول تمرينة احنا جايين نكسب واحنا تاريخ واحنا النادي الأهلي، بس لازم في حاجات كده فخلاص. رسالة وصلت. رسالة وصلت. لا، هي رسالة وصلت من ساعة ما رئيس النادي معاك في الطيارة. يعني حتى لو الكابتن محمود ما تكلمش دي رسالة خلاص. الرسالة وصلت للعيبة. لازم انت ولعيبتك ورئيسك ترجع ترجع كسبان. مفيش. فالحمد لله احنا كنا كلنا رجالة الصراحة، وهو والجهاز والإدارة كلهم وفروا لنا الظروف الكويسة ان احنا عشان نكسب الماتش ده. قال لكم ايه بعد المباراة؟ يعني كنت شايف الكابتن محمود قبل المباراة وانتوا رايحين الملعب واقف على باب الفندق بيسلم على لاعب، وانتوا راجعين برضه بيسلم على لاعب. كان بيهنينا الصراحه، يعني كان بيهنينا على الرجوله بتاعتنا، على الروح اللي لعبنا بيها، على الغيره بتاعتنا على النادي الاهلي، وخصوصا على رد الاعتبار الصراحه. يعني رد اعتبار لمصر كلها. يعني انت بتتكلم في 60 مليون ولا 70 مليون اهلاوي يعني. طيب وانت بتتكلم عن المباراه ودايما علي معلول بيتكلم ويقول لا، ده مش علي معلول هو اللي احرز الهدف او هو اللي كسب، هي المجموعه كلها